السلام عليكم ورحمة الله. أنا طالب أبو يوسف، طالب بكلية طب أسنان بالرباط ورئيس مكتب الطلبة بنفس الكلية. اليوم إن شاء الله جينا باش نهضروا على المسلسل النضالي ديالنا والملف المطلبي ديال طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان. حنا اليوم جايين كأول مطلب لينا، والمطلب الأساسي ديالنا هو جودة التكوين الطبي. يعني كنشوفوا بأن الوزارة كتنهج واحد السياسة ديال رفع من أعداد الطلبة دون مواكبة من حيث أراضي التدريب الاستشفائية، و يعني والقيود التي يعني سوف تضمن لنا جودة التكوين. ما كنشوف حتى شي قيود، ما كنشوف حتى شي كونديسيون اللي غادي توفر لنا جودة التكوين مواكبة مع هذا الرفع من الأعداد. لهذا حنايا اليوم واقفين في هذا المسلسل النضالي ديالنا كندافعوا على جودة التكوين الطبي ديالنا. نعم، نحن لسنا ضد رفع من أعداد الطلبة أو أعداد الوافدين إلى كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان، ولكن مع ضمان جودة التكوين، مع توفير أراضي التدريب الاستشفائية، ومع توفير التأطير الكافي للطلبة. هذه هي النقطة الأولى، وبغيت نوضح أننا منين كندافعوا على جودة التكوين، فنحن بالتالي ندافع عن جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطن المغربي. النقطة الثانية هي بالنسبة لزانديمنيتي فونكسيون، ولا تعويضات عن المهام الهزيلة واللي ما كتوصلش في الوقت التي يتلقاها طالب طبيب أو طالب صيدلة أو طالب طب أسنان، اللي ما كتفوتش 21 درهم اليوم. حنا اليوم واقفين باش نردوا القيمة الاجتماعية لطالب طبيب أو طالب طب الأسنان أو طالب الصيدلة. وكذلك كاين واحد الاشكال مستجد اللي هو بالنسبه للطلبه العائدين من اوكرانيا، الطلبه المغاربه العائدين من اوكرانيا اللي هما الاخوه ديالنا، ونتمنوا ان الوزاره تلقى لهم شي حل باش يوصلوا التعليم ديالهم في احسن الاحوال، ولكن دون المساس بالكليه العموميه ودون مساس بكليه سواء كليه الطب او الصيدله او طب الاسنان، يعني وبدون ايضا مساس بمبدا تكافؤ الفرص، لان الادماج مباشر او عن طريق امتحان او عن طريق كونكور يستحيل في الظرفيه الحاليه، نظرا لما تعانيه كليات من اكتظاظ ومن غياب ظروف التكوين الجيد. اذا اعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزياره موقعنا www.masinktv.ma.